مرحبا، معكم إيهاب حسون من جامعة المنار بطرابلس. اليوم رح نعمل ديزاين لهيلف ويف لينز دايبول، نزيد له ريفلكتور مثل الفيديو اللي قبله، نرجع نزيد دايركتور، نتعرف شو هو الدايركتور كيف لازم يكون. أول شي خلينا بعد ما نفتح السي اس دي نعمل كرييت لبروجكت مثل كل مرة، مايكروويف اند ار اف اوبتيكال، بنقي الأنتنا، نعمل نكست، رح ننقي الواير لأن احنا قسينا بالواير دايبول، التايم دومين نعمل نكست، يونتس رح اتركهم مثل ما هن ستاندرد، رح اعمل كمان على 2.5 جيجا هرتز الريزوننت فريكونسي، فرح اتركها 2 و 3. رح اعمل بدي الاي في اي فيلد اتش فيلد فار فيلد، نكست، فينش. هلا بعد ما السي اس تي يعمل الانفايرمنت المطلوبة للشغل اللي انا نقيته، رح نبلش اول شي نرسم هيلف ويف دايبول. مثل ما قلنا مثل كل مرة، رح نبلش اول شي بالباراميتر ليست نعددهم، ومن بعد نبلش نرسم. اوكي، من لحظة على الشمال طلع عندي الكومبوننت والماتيريال والريزلت بثنى السيموليشن، فخلينا اول شي ننقي باراميتر ليست. انا الفريكوانسي معي على 2.5، فاللامدا مثل ما عملنا لها كالكوليشن قبل تطلع 119.90/10^90. هلا رح نقي الجاب ب 2 مليمتر فور اكزامبل، رح اعمل اللانكس، رح اخذه مثل ما الريزن قبل 0.925 تايمز لامدا over 2، هذا طول الانتين كله. ولان بما انه هيلف ويف لينث دايبول، فلكل مونوبول رح يكون لامدا ال over 2، كاني عم بقول لامدا over 4. خليني اخذ الراديوس هو 0.1 مليمتر، خليني اخذ دي اللي هي الديستانس بين ماي هيلف ويف لينث دايبول اند ريفلكتور، رح اعتبرها لامدا over 4. هيك بيكون عنا اخر باراميتر ليست تبعوني. خليني اف اسرع ام 5 يكون زد باتجاهي. خليني على الفيو نعمل نشيل الباوندينج بوكس، خلينا نبلش نرسم بالموديلينج سيركلر سايلندر. انا رح اعمل سكيل، بيطلع عندي هذا البوكسز رح اسميه مونوبول 1. انا بدي اياه على الزد دايركشن، الاوتر راديوس رح اعمل له ار، الانر راديوس اتركه 0، انا ما بدي اياه برا، الاكس سنتر والواي سنتر رح اتركهم 0، الزد مين رح له بلش من جاب، الزد ماكس رح له وصل للينث اوفر 2 كاني عم بقول له لامدا اوفر 4، والماتيريال انا رح اياه بيرفكت الكتريك كوندكتر. هنعمل بريفيو. اوكي، بالفيو خلينا نغير الروتيت شوي ليبين عندنا هالمونوبول. اوكي هذا هو بالكومبوننت، كومبوننت 1 بفس على المونوبول، رايت كليك اعمل له ترانسفورم ميرور، بعمل كوبي لانه انا بدي احافظ على النسخه القديمه. الجاب بما انه انا ماشي الجاب هو 000 سنتر، فكمان رح يمشي الجاب بالماينس ويرسمه للانتين. ريفيو. اوكي، هيك بكون انا حصلت على هالف ويف لينث دايبول انتين. طيب خلينا هلا نعمل لهم adding، بفس على اول مونوبول بس shift، بفس على الثاني بعمل له boolean add، رح سميه half wavelength rename half wave dipole. خلينا نغذي هالدايبول مثل ما قلنا بالسيميليشن، pick point pick circle center، بالذات انا اول انتين بالدبل كليك مرتين علم على نقطة ال P1، يرجع بيك بوينت مرة تانية بيك سيركل سنتر، بفس على تاني انتين، وهيك بكون P1 و P2 وارجيني المود اللي قالهم 4، وانا الجاب اخده 2، فاول جاب 2 تاني جاب 2 بتاع 4 المود اللي قالهم. اوكي، بفس ديسكريت بورت، هيك انا اخدتها 50 اوم. اوكي، نلاحظ طلع عندي هون بالبورت شيء اسمه بورت 1.
نرجع نفوت على الموديلينج. خلينا نعمل هلا الريفلكتور، نعمل السيركلر سايلندر، اسكيب. اوكي اسكيب. انا هلا بدي ارسم ريفلكتور. الاوتر ريدز تقلو كمان هو ار، هو على الزد. الاكس سنتر تاعه هو ماينس دي، لاعتبر انا بدي الراديشن تاعتي تجي بالبلس دي او بالاحرى بالبلس اكس، فانا رح احط الريفلكتور من هالجهه. الزد مين لاله هو ماينس لانكس اوفر 2، يوصل لللانكس اوفر 2. والماتيريال تاعته هي باك من البريفيو. هي بكون انا رسمت عندي الريفلكتور. خلينا نعمل فيو، نغير الصوره شوي. اوكي هذا الريفلكتور وهيدا الهالف ويف لينكس دايب. طب خلينا نعمل سيميليشن ومن بعدها بنشوف كيف عم نغير نحن وشو عم نستنتج. انا رح فوت على السيميليشن، اعمل سيت اب سولفر، اعمل له ستارت. لاحظ قال لي خلصت انا السيميليشن. اذا بنفوت على الوان دي ريزولت بالاس باراميتر، لاحظ هو هون تحت الماينس 10 دي بي، هاي الفريكونسي من هالرينج لهالرينج، وغطى هون 2.5. بس فيك تغير تعمل له ريزونون، بس هلا هون منو شرحنا بهالتوتوريال. واذا بنلاحظ هون بالفار فيلد 2.5 الفريكونسي. ثاني اعمل ريسيت فيو، بنلاحظ هون الراديشن فيو روتيت الراديشن من مالة الريفلكتور هي تقريبا زيرو، كلها صارت على البلس اكس. توتال ريفلكشن والدايركتيفيتي هي 6.4، هذا شرحناه بكل وضوح بالفيديو اللي قبل. خلينا هلا نكفي شغلنا عن الدايركتور. بجي انا هون على الكومبوننت، انا هلا رح ارسم دايركتور كمان بالمودلينج. كمان هو سيركلر سايلندر سكيب سميه دايركتور 1. الاوتر راديوس تقلو كمان ار اللي هو 0.1. اكس سنتر رح اعتبره دي، رح احطه من بلس اكس. هون رح اعمل شغله غير، رح اعتبر اللانكس تاع الدايركتور مثل اللانكس تبع الانتنا يلي انا معي، ولا شوف شو رح يصير. ماينس لانكس اوفر 2 لانكس اوفر 2 بريفيو. لاحظ هذا هو الانتن، اعمل اوكي دلت للريزلت القديمه. وهلا لعمل له سيميليشن لنشوف اذا كان الدايركتور نفس حجم الانتنا شو عم يصير معنا. سيت اب سولفر ستارت. لاحظ انه خلص عندي هلا السيميليشن. خلينا نفوت على الاس باراميتر، لاحظ هي هلا بطلت تحت الماينس 10 دي بي، فزع عندي كل شيء. خلينا نفوت بالفار فيلد لتشوف اكثر. صارت الراديشن مقسم، لاحظ صارت على الماينس اكس وعلى البلس اكس، يعني صار شكل الراديشن مش ظابط. ليش؟ لانه انا لما عم ببعت، لما حطيت الدايركتور قد حجم الانتنا، صارت الموجه لما بتروح هيك عم تلاقي ريفلكتور لترجع، لما عم تروح بهالاتجاه كمان عم تلاقي ريفلكتور لترجع، فهذا الشيء غلط. يعني الدايركتور ما لازم يكون حجمه السايز تبعه مثل سايز الانتنا. فخلينا هلا نفوت على الدايركتور نعمل ترانسفورم. انا هلا بدي اعمل سكيل. السكيل لاله مش رح يكون يونيفورم، لانه اذا تركته يونيفورم رح يغير الديستنس، رح يعمل سكيل للديستنس، رح يعمل سكيل لحجمه. فانا رح اشيل سكيل يونيفورم. هلا انا شو بدي اعمل سكيل بالنسبه للزد؟ انا رح اضربه مثلا ب 0.6، يعني رح اغير له حجمه ل 0.6. بعمل بريفيو، باين عندي انه صغر حجمه. رح اعمل اوكي ديلت للريزلت القديمه. هيك الدايركتور صار عندي حجمه اقل. خلينا نعمل سيميليشن ومن بعدها نشوف النتيجه كيف صارت. ستارت سيميليشن. اوكي قال لي خلصت انا السيميليشن، نرجع على الاس باراميتر.
بنلاحظ انه رجعت هي تحت الماينس 10 دي بي ومغطية 2.5 بتكون اقل من ماينس 10 دي بي والرينج تاعها كبير. بنلاحظ لما نروح على الفار فيلد الدايركتيفيتي تاعتي صارت 6.66 دي بي اي، فانا هلا قويت الدايركتيفيتي تاعتي وبدلت بالميلة الريفلكتور هي 0 بين 0 و 1.67، بس اجمالا انا هلا هممني التصعيد. طيب خلينا هلا اذا زدنا دايركتور تاني شو عم بيصير عنا؟ نرجع على الموديلينج، ارجع هون على الكومبوننت قل له انا بدي دايركتور تاني اعمل ترانسفورم، مش رح ارجع ارسمه ترانسفورم، قل له بدي ميرور كوبي. الميرور تاعتك مش رح تكون 0 0 0، رح تكون الاكس تبعتها هي 3 تايمز دي اوفر 2 واحد ونص دي. ليش؟ من هون لهون هي دي، اذا انا بدي الميرور بالنص دي اوفر 2 مش هيطلع كمان على 2 دي، فرح اخذ 3 دي اوفر 2 مثل ما شايفين هون 3 دي اوفر 2. اعمل بريفيو اوكي، درت للريزلت القديمه، رح اعمل ريزلت فيو، رجع صغر الانتنا بينت بوضوح، رح نرجع نعمل الطريقة الثانية. رح شيل الوركينج بلين هلا ببينوا هيك اوضح. هذا هو الدايركتور، اعمل له ترانسفورم ميرور كوبي دي هي 3 تايمز دي اوفر 2 along x مش along z، z 0 اعمل preview. بنلاحظ طلع معنا هلا الدايركتور هون، اعمل اوكي. هلا طلع معي هذا الدايركتور اللي هو دايركتور 1 1، رح سميه دايركتور 2. وما ننسى بدنا نعمل له سكيلينج لهالدايركتور مشان يكون اصغر مش نفس الحجم، مشان ما يصير مثل المشكله اللي مرقت معنا قبل. transform scale سكيل مش رح يكون يونيفورم، رح يكون على لونج زد. انا قبل ضبطه ب 0.7، رح اضرب هلا ب 0.7 كمان او 6 ضبط للجديد يعني. ريفيو بنلاحظ حجمه صغير، اذا بدي كمان صغر الحجم اكثر 3 فينا نعمل 4 هيك اللي بدك اياه. اوكي هلا رح نرجع نعمل سيميليشن نشوف شو عم يصير معنا. ستارت هلا مثل ما قلنا خلص سيميليشن، هلا ارجع على الاس باراميتر. هلا تقريبا هون ماينس 10 دي بي هي على 2.5، مثل ما قلنا فينا تلعب بالفاكتور اللي عملته باللانكس، فهيك فيني اعمل له ريزونانت على اي فريكونسي بدي. هذا موجود باول فيديو شرحناه. رح ارجع على الفار فيلد، كانت عندي 6.6 دايركتيفيتي، هلا صارت 6.76. بنريزت فيو فيو روتيت هيك كمان على الاكس، يعني زادت عندي الدايركتيفيتي. يعني كل ما انا زدت دايركتور زي ما شفنا هون، كل ما انا عم زيد دايركتور كل ما عم بتزيد عندي الدايركتيفيتي، بس دايما الى حدود. يعني هلا قد ما بزيد دايركتيفيتي يمكن تزيد 0.01 دايركتيفيتي، وهيدا الشيء وصلت انا لحدود الماكسيموم دايركتيفيتي تاعتي. قد ما تزيد دايركتور رح يضل عندي نفس الشيء، فرح لازم انتبه لهالشغله. واذا بنلاحظ هون بالفار فيلد انا بقدر اعمل رايت كليك فيلدز بروبرتي اعمل فيو، انا بدي له شو ستراكشر الفار فيلد ترانسبورت ترانسبارون ابلاي اوكي. هيك انا اذا ببرم بشوف الانتنا تاعي، اذا بنلاحظ هذا هو الانتنا تاعي، وبشوف الفار فيلد تاعته الدايركتيفيتي والراديشن تاعته بقلب الانتنا.
Thank you for watching وبتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو. للي استفاد بتمنى يعمل لايك وشير لماي شانل. Thank you.